سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المركز المصري للشؤون الإفريقية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيادة السفير. العلاقات المصرية الإفريقية دائما ما تتسم بالود ودائما ما تتسم بالشراكة الاستراتيجية وتكون قائمة على الشراكة الاستراتيجية الحقيقية. كيف تقيم العلاقة المصرية الجيبوتية في هذا الظرف الراهن وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيارة رسمية هي الأولى لرئيس مصري إلى جيبوتي في العام الماضي؟ واقع الأمر أن يقدم مصر وجيبوتي علاقات ممتدة عبر التاريخ منذ سنة 1977 وشهدت تبادل في الزيارات وعلاقات شملت بعض المجالات، لكنها في فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في عام 2019 عندما تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في هذا العام شهدت طفرة كبيرة في كافة المجالات خاصة مجالين الأمن والمجال الاقتصادي. جيبوتي بحكم موقعها الجغرافي تكتسب أهمية استراتيجية بالغة لأنها تقع تعتبر البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، كما أنها أيضا تقع في نطاق القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر، وبالتالي هذا الأمر يكتسب أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجانب الأمني. ومن هنا نجد أن هناك تعاون في المجال الأمني والعسكري بين الجانبين وأنه يعني يتطور ويتزايد خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأيضا فيما يتعلق بإرسال بعثات من جيبوتي إلى مصر في المعاهد العسكرية وفي المجال الأمني، ومصر في هذا الصدد بتدعم جيبوتي بدرجة كبيرة. أما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فهناك يعني فرص واعدة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية والطاقة وبناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الخاص بالتعليم بإرسال بعثات أزهرية إلى القاهرة، بعثات إلى الأزهر الشريف، وأيضا فيما يتعلق بالتعليم الفني بصفة خاصة. هناك اهتمام أيضا بالعلاقات فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية وإنشاء مركز لوجستي لمصر في جيبوتي. هذا الأمر يرتبط طبعا باعتبار أن العلاقات بين البلدين تشهد تعاون في مجال الموانئ وفي المجال التجاري. طبعا هناك أيضا علاقات تمتد لموضوع مكافحة جائحة كورونا، وأيضا في الوقت الحاضر هناك تشاورات فيما يتعلق بمؤتمر المناخ الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، باعتبار أن مصر الآن يعني هي المحور الرئيسي. طيب من هذا الدولي والإقليمي في من هذا المنطلق سيادة السفير، من هذا المنطلق أن مصر حاملة وتحمل دائما وتعبر عن طموحات القارة الإفريقية، منذ أن اعترفت مصر وساهمت بصورة أو بأخرى في العلاقات وفي تطور العلاقات ما بين مصر وجيبوتي منذ استقلالها في عام 1977، وكان للدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي قامت بافتتاح سفارة لها في جيبوتي. العلاقات وتطورها سيادة السفير ما الذي يمثله في تنميتها وفي الحفاظ على جوهر واستراتيجية تلك العلاقات؟ وطبعا نحن نعلم أن تم إنشاء مؤخرا مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر، وهذه المنظمة تعني أساسا بالأمن والتنمية. ومن هنا فهناك تعاون وثيق أو سيحدث تعاون وثيق إضافة إلى التعاون القائم بين مصر وجيبوتي في إطار الجامعة العربية وفي إطار الاتحاد الأفريقي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي. أما فيما يتعلق بدور مصر وجيبوتي في الإطار الأفريقي فطبعا نحن نعلم أن هناك قضية محورية وهي قضية سد النهضة. وأعتقد أن جيبوتي تستطيع أن تلعب دور إيجابي في هذا الصدد من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد عادل ومنصف بالنسبة لكافة الأطراف. جيبوتي في علاقتها مع أثيوبيا تعتبر هي المنفذ الرئيسي لتجارة أثيوبيا إلى العالم الخارجي، وتمثل حوالي 80% من الصادرات الأثيوبية. إذا نستطيع من أجل أن يكون هناك أمنا واستقرارا محافظة على الأمن القومي المائي وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأمن القومي الأفريقي في إطار المنظمة الوليدة بصفة خاصة وفي إطار الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، تستطيع جيبوتي من خلال
هذا الموقع الاستراتيجي وفي خلال علاقتها بأثيوبيا أن تدفع نحو الهدف المنشود للمصالح المشتركة للأطراف الثلاثة في سد النهضة. مصر في حقيقة نستطيع أن نقول أنها تلعب دورا رياديا الآن على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالملف في المستوى القارة الأفريقية، سواء فيما يتعلق بالملف الأمني أو الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. إذا حبينا نتحدث عن هذا الأمر فواضح أن مصر لها دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل وبحيرة تشاد وأيضا منطقة القرن الأفريقي. في المجال الاقتصادي نحن نعلم أن هناك نشاط مصري تم وما زال يتم بشكل تنامي ومتصاعد في تطوير البنية التحتية للقارة الأفريقية وفي توجيه استثمارات إلى القطاعات الإنتاجية المختلفة من أجل تنشيط وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية التي ساهمت مصر في إنشائها والعمل على تفعيلها منذ توليها رئاسة مصر رئاستها الاتحاد الأفريقي. أيضا في دورها فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات من دول عديدة. نعم. في ذلك طيب سيادة السفير صلاح، على ذكر التعاون التجاري، كان وزير التجارة والصناعة في وقت سابق يمكن من 2018 وكان في توقيع لاتفاق اقتصادي ما بين البلدين وما بين هيئة قناة السويس للدعم اللوجستي واللوجستيات. هل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز القيمة والقدرة على يعني زيادة التعاون المستمر والبناء، سواء بقى في المجالات اللوجستية أو حتى في المجالات الخاصة بالبنية التحتية؟ ده طبعا ده في مجال التعاون ما بين الدول ذات الموانئ، وهذا أمر طبعا في غاية الأهمية. في مناطق لوجستية لا شك سيكون مفيد للعلاقات ما بين البلدين في جميع المجالات، ليس فقط في المجال التجاري، إنما سيسهل عملية دفع عملية التنمية من خلال هذه العلاقة ما بين الموانئ ومن خلال إنشاء مناطق لوجستية. وبالمناسبة أعتقد أن هناك يعني اتفاق على إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، ربما تكون بيجري العمل على تنفيذها في الوقت الحاضر، ويمكن أن تكون يعني في إطار المحادثات التي ستجري اليوم مع بين الرئيسين. طيب سيادة السفير، لو تحدثنا عن مجال آخر، المجال الزراعي ما بين الدولتين، إلى أي مدى يمكن أن نبني في هذا المجال ويكون هناك تصدير للحصلات الزراعية واستيراد ما بين الدولتين؟ ما فيش شك أن هناك نشاط قوي في هذا الصدد، وخاصة في مجال الاستزراع السمكي وفي مجال بناء القدرات وفي مجال تنشيط القطاع الزراعي للإسهام في عملية التبادل التجاري بين الجانبين. وأنا أعتقد أن مجال الزراعة مثله مثل مجال الطاقة والبنية التحتية وبناء القدرات بيحظى باهتمام كبير من جانب الرئيسين لدفع عملية التنمية ودفع عملية التبادل التجاري بينهما. هناك طيب. مزارع سمكية على سبيل المثال، مشروعات لإنشاء مزارع سمكية في جيبوتي، وربما تم بالفعل إنشاء مثل هذه المزارع. يمكن استيراد اللحوم والتعاون أيضا في المجال الزراعي من شأن تعزيز طبعا سد الاحتياجات للدولتين وزيادة الصادرات المصرية والواردات أيضا من جيبوتي. لكن هو فعلا في مذكرة تفاهم موجودة تم توقعها في زيارة سابقة في مجال استيراد المواشي واللحوم من جيبوتي. وأعتقد إن هناك اتجاه أيضا لتنشيط العلاقة التجارية في مثل هذا المجال وغيره من المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، لأنه ده موضوع مرتبط بالزراعة في حد ذاته، سواء غذاء منتجات غذائية أو غير غذائية، وأيضا الثروة الحيوانية المرتبطة بالمراعي الموجودة هناك. سيادة السفير، بالتوزيع العادل لثروات الشعوب يمكن يتحقق أو تتحقق التنمية، وكمان يمكن القضاء على الأفكار المتطرفة، ويمكن أيضا البناء على الشعوب الإفريقية أن تحيا وأن تعيش العيش الكريم اللي يمكن مصر بتطالب بيه وبتحمل هموم وبتحمل أفكار وطموحات القارة الإفريقية. مصر لها باع كبير في هذا الموضوع، سيادة السفير كيف تقرأ وكيف تقيم هذا الدور؟ هو طبعا التنمية أحد الوسائل أو الأليات الناجحة لمواجهة الإرهاب والتطرف، ونحن نعلم أن هناك وسائل عديدة من المحاربة بالفكر وأقدم بالمحاربة من خلال القضاء عليهم بالوسائل، بيلجأوا إلى العنف وبالتالي
يكون رد الفعل ايضا بهذا الاسلوب. فبالتالي طبعا عمليه التنميه خاصه التنميه المستدامه في اطار برنامج الاتحاد الافريقي 2063 هي موضوع بيحظى باهتمام كبير في اطار سواء في اطار العلاقات الثنائيه او في الاطار المتعدد. وانا اعتقد ان المباحثات الجاريه الان هي لدفع عمليه التنميه المستدامه ايضا في جيبوتي بدور مصري ايجابي وفعال يشمل قطاعات عديده، وكما اشرت اليها يمكن في البدايه بموضوع الطاقه والبنيه التحتيه والانسان في المجال الزراعي وبناء القدرات، فضلا عن المجال الاجتماعي والمجال الثقافي، واقصد بذلك موضوع التعليم وارسال بعثات الى الازهر او الى الجامعات المصريه من جيبوتي، وايضا بناء القدرات في المجال في اكثر من مجال وبما فيها ايضا المجال الامني والمجال العسكري. طيب سياده السفير صلاح، مجال اخر ربما له ايضا يعني باع كبير في تنميه هذه العلاقات، الجانب جانب الازهر الشريف وافاده المبعوثين الى هناك او البعثات يعني التي تشرح صحيح الدين. ما هو دور الازهر الشريف في جيبوتي؟ دور الازهر الشريف طبعا هو نشر يعني الاسلام الوسطي ودفع عمليه الثقافه الاسلاميه في الدين الصحيح على النحو الذي يساهم ايضا في مواجهه الارهاب والافكار المتطرفه. واعتقد ان هذا دور حيوي وكبير جدا، ويمكن لاحظنا في زياره رئيس السنغال لمصر الاخيره ان السنغال كانت بتركز على هذا على دورها، لان دورها في منطقه غرب افريقيا هو نشر الاسلام المتطرف، الاسلام المعتدل او الوسطي لمواجهه الافكار المتطرفه. والازهر هناك ايضا يساهم بمثل هذا الدور مع على النحو الذي يساهم به ايضا في جيبوتي وفي دول اخرى في القاره الافريقيه. ومن هنا الازهر له دور محوري في مواجهه الارهاب من خلال نشر الدين الاسلامي الصحيح، وايضا في نشر الافكار والرؤى الاسلاميه الوسطيه المعتدله. طيب سيادة السفير، ماذا عن توقيع مذكرات التفاهم ما بين الدولتين في المجالات المختلفة، سواء في المجالات البنية التحتية أو في المجالات الزراعية أو في مجالات التجارة والصناعة، ويعني كيف يمكن لنا أن نصل بالعلاقات المصرية الجيبوتية إلى أفاق أرحب وتكون علاقات استراتيجية وبناءة ربما على كافة المستويات؟ يعني أنا ملاحظ أن ما يتم من توقيع مذكرات تفاهم وما قد يتم لتعزيز هذه المذكرات دفع العلاقات ما بين البلدين الى افاق ارحب، هي واضح انها بتشمل تقريبا كافه المجالات. هناك تحديث عن تعاون وثيق بينهما في المجال الامني والعسكري كما اشرت، هناك ايضا تعاون وثيق فيما يتعلق بالمجال السياسي، التنسيق والتشاور وتماثل الرؤى في معالجه القضايا الحيويه في القاره الافريقيه.